جينا بقى للمطبخ والنهارده معانا اكل وشرب يم 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 ومليء كمان الفوائد الرهيبه. الشباب النهارده هيعملوا لنا عصير عشان لما يروحوا يعملوه في البيت. انتوا بتساعدوا ماما في البيت؟ اه بجد؟ بعدها في الطبيخ. في الطبيخ بتعرف تطبخ يا شكلك طباخ جامد ها؟ بتسي وانت؟ لا ما بتعرفش تطبخ بس ممكن تعرف تعمل عصير. تيجي نتعلم نعمل ازاي عصير كيوي؟ ما اقولكوش بقى عصير الكيوي بالنعناع ده قد ايه منعش وجميل وفريش وفي فوائد رهيب وفيتامينز بيقوي تقوي بقى المناعه. ايه رايك تحط انت كيوي؟ في حديد وفي الياف حاجه يعني ايه بتخلينا دايما محافظين على الهضم محافظين على نفسنا وعندنا فريشنس كده نبقى عارفين بقى الصبح نركز واحنا رايحين المدرسه قبل تمرين لو بنتمرن. حط الكوبايه كلها حط كده ايوه كده ماشي اللي مش عايزين نحطه تحت. انت ايه رايك تحط لنا سكر؟ هات المعلقه وحط لنا السكر. عرفنا بنعمل ايه؟ بنجيب كيوي ونقطعه ونحط معلقتين ثلاثة عشان السكر ميز شويه. يلا معلقتين ثلاثة ايوه متعود بس اظبط ايوه كده اللي بعد يا سيدي انا على الفن اللي بيحصل فن معلقتين ايوه ونص عشان خاطر انا هيطلع ميزز اصلا ايه عملتها ثلاثة اه ماشي اوكي خلاص لا لا تمام ثلاثة ده هيبقى كويس جدا ونحط اتفضل بقى حط انا هحط النعناع لا النعناع ده بقى في الاخر للتزيين دلوقتي هنحط الايه الميه انا انتوا حطيتوا كيوي انا احط ميه بقى عشان الطعم يطلع مظبوط عشان ما تبقاش تقيله كمان ايوه مظبوط بتعرف تعمل كده حلو قوي ده انت بتقف في المطبخ بتقف في المطبخ بقى وبعدين هنعمل ايه يا اولاد هنعمل ايه ايوه حط لي الغطا شكرا الغطا على الثاني ده اتاكد لازم نتاكد ان بقى الغطا مقفول قبل ما تخلط اخلط يلا اول درجه كده اول درجه بص بيحصل ايه حلو كده ولا نخلطه كمان حته كمان حبه كمان عشان خاطرك بس كده كفايه والنبي استاذ والله استاذ طبخ استاذ مزيكا طيب ايه رايكم صبوا بقى يلا شيل الغطا انت شيل الغطا وانا هصب انت شيل الغطا وانا هحط النعناع وانت هتحط النعناع في الاخر للتزيين يلا بينا يا سلام شامين ريحته يا ولاد ريحته فريش وجميله ونحطه فين بقى هنشربه نحطه في الثلاجه عشان يسقع بس بعد كده هنشربه صح ماشي لازم نسأل الاول وبعدين نشرب في هنا حبه طبعا لبابا وماما يدوقوه بعدين بس احنا بقى هنحط حط النعناع سي حط اللمسه الاخيره نعناع فريش بقى لا لا اتنين تلاته كده انا هحط هنا كده انا عايز احط شويه يلا حط ومش شويه حط واحده عندك كل ده ماشي يا مفتري عادي ماشي احط هنا الحبه دول حلو 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 كده بقى هنعمل المكرونه كده بقى لا هم البنات هيعملوا لنا بقى ايه السلطه بتاعتنا بصوا بقى يا اولاد اخدتوا وقت قد ايه وانتوا بتعملوا عصير ده 30 ثانيه ولا اي حاجه خالص مفيد ونص. لذيذ فريش تقدروا تساعدوا بيه ماما وبابا يلا تعالوا بقى نشوف البنات هيعملوا لنا ايه بقى سلطه خدوا وديه يلا لعمو يلا تعالوا بقى نشوف البنات هيعملوا لنا سلطه ايه بقى وهنرجع تاني على طول يلا يا بنات جينا بقى للبنات الامارات اللي هيساعدوني بقى في سلطه النهارده وسلطه النهارده ديليشس يعني طعمها خطير بتحبوا السلطات والباستا سلط بالزيت اوكي جربتيها قبل كده لا هنجربها مع بعض انت بتحبيها ما جربتيهاش يبقى نجرب دي بقى حاجه هايله جدا مكرونه بالجبن الشيدر والسلطات بقى ايه نفسها طيب حضرتك يا استاذه ليلى هنطلب منك انك تعمل لنا السلطه هنا حط لنا شوية بقى مكرونة على شوية خيار على شوية طماطم على شوية خس وتسيبوا لي ايه والزيتون وتسيبي لي الموضوع تسيبي تشادر في الاخر اوكي؟ يلا معاكي المعلقة وحضرتك هنا هنبتدي مع بعض نعمل الدريسنج بتاعنا معلقتك اهي اتفضلي يلا اوكي الدريسنج بتاعنا مايونيز هاتي معلقة اوكي يلا مش محتاجة تعملي كده اعملي كده على طول احنا لسه هنعمل كده يا شيخه يلا واللي يخلص حطيه تحت هنا في الدرج ايوه حطي مايونيز كله حبه مايونيز حلوين كده ماشي كمان حلو كمان يعني كل مايونيز يعني كله يلا يا ستي ولا تزعلي جميل قوي الكلام ده ماشي وبعدين عايزين نحط شويه ليمون اوكي شويه ليمون
مش كتير. مش كتير عشان ما يبقاش مزز، صح؟ عشان معانا خل برضه، حطي نقطة كمان بس كده، ونحط كمان نقطتين خل. حلو. مكرونة بقى لسه ما حطيناش كل ده مكرونة، حطي شوية مكرونة مش كلها طبعا. ماشي، اتفضلي هنا كده، ونحط بقى ايه؟ شوية كمون وشوية فلفل، بهاراتنا بقى اللي احنا بنحب. ايه؟ سوري انا ايه؟ حطي دي هنا كده. حلو قوي الكلام اللي بيحصل ده. وشوية من الملح. وشوية من الملح. ممكن تساعديني نحطي دول تحت؟ اوكي. يلا. اللي بيخلص ايه؟ أول بأول كده، حتى في المطبخ نبقى متعودين. حتى الليمون؟ حتى الليمون اه. اوكي. يلا، أنتِ قلبي لي بقى الدريسنج ده كله كده ودخليه في بعضه. اوكي بال ونشوف بقى هنا بيحصل إيه. إحنا بنعمل سلطة بالمكرونة مش مكرونة بالسلطة. بس يعني تمام. هنحط شوية، أنت بتحكي على إيه؟ هنحط شوية كده أهو. كده أهو كده أهو كده أهو. طب هنحط معلقة زيتين عشان لا أه بالظبط. إحنا ما حطيناش زيت؟ لا. شاطرة، والله شاطرة. زيت زيتون. صح، احنا ما حطيناش زيت. زيت زيتون من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. والله برافو، بتساعدي ماما انت دايما. أوه. ها؟ وبتاعت اكل بقى وقسم سلطات شكلي. حلو قوي. هنا بقى حضرين ايه؟ معلش ممكن ننمي دول؟ محضرين ممكن معلقه ثانيه يا جوجو، يا ليلى قصدي. ايوه، لا معلقه يعني ماشي. هاتي معلقه معاك. كده جهز الفلفل. كمان كمان. حاسه ان انت عايزه زيت تاني، زودي زيت. هو لازم يبقى خفيف صح؟ اه بس ممكن زيت تاني عشان المايونيز تقيل شويه. طب هنحط المعلقه دي فين؟ نقطتين، حطيها تحت في الطبق. تحت. نقطتين كده ها؟ ماشي. ماشي، حلوه قوي، شكلها يومي قوي يا اولاد. صح. صح؟ ماشي. صعب ليه تتقلب؟ ليه صعب ليه؟ ما انا بقلبها اهو. بس عايزين معلقه اصغر، ممكن معلقه تانية؟ يلا. كده تقريبا الدراسك جاهز صح؟ اه. طيب. الصخر؟ اه، حطي فيه بقى معلقه ثانيه عشان نقلب. مفيش. اه لا في هنا. في ازاي مفيش؟ عندك كل المعالق قدامك اهي. مفيش صغير. اهو هي دي اللي انا عاوزاها اصلا يا بنات. يلا هاتي لي بقى الدراسنج اللي انت عملتيه حضرتك عشان اقلب. اوكي. حطي كده. بعدين اخر حاجه نشدها. الوجبه دي بقى، الوجبه دي بقى فيها ايه؟ تعالوا نراجع مع بعض كده. ها، ايه المكونات اللي انت حطيتيها؟ ها؟ أنا؟ أه حطيتي إيه؟ مش فاكرة؟ أنا فاكرة. خيار سلطة، فحطيتي إيه؟ خيار وطماطم وخس أه؟ وزيتون ومكرونة ومكرونة، باستا طبعًا مسلوقة طبعًا. أه خيار وطماطم وزيتون وباستا وخس، حلو. وهنحط بقى إيه الدريسنج بتاعنا، عملناه إزاي؟ قولي لي يا جوجو. حطينا ملح وزيت زيتون ومايونيز وخل وفلفل وكمون وليمون وليمون وضربناهم في بعض صح كده؟ فبقى عندنا وجبه فيها نشويات، فيها خضار، بقت مفيده جدا، تقريبا شبه متكامله، وفي نفس الوقت هي سلطه، فممكن ناكلها كسلطه وجبه كده الصبح فطار، ممكن ناكلها كسلطه مع الاكل مع الدريسنج يعني، وممكن طبعا نتعشى بيها بالليل. وجبة كاملة متكاملة، بتدي انرجي وبتعمل حاجات مهمة قوي قوي قوي. اوكي. الجبنة بقى. لا لا الجبنة بقى الشادر بقى، قطعين جبنة شادر كده مكعبات نحطها، ما اقولكوش بقى ايه بتعمل ايه. شغل بقى، شغل بقى. عايزين بقى ننضف الحاجات اللي قدامنا دي. يلا. يلا ننضف يا بنات. يلا. حلوة قوي. السلطة بتاعتنا شكلها جاهزة. وشكلها يامي يامي. يلا مين جاهز يدوق؟ انا. يلا دوقوا يا بنات. وبكده يبقى وصلنا لغايه نهايه الرحله بتاعتنا، ومبسوطين جدا ان احنا عملنا سلطه يامي. دوقوا، خشوا على طول ما تستنونيش، واستنوني انتوا بقى الحلقه بقى اللي جايه والرحله اللي جايه. عندنا اكيد اسرات مختلفه، وعندنا اكيد طبخات مختلفه، وعندنا حاجات كتيره قوي مختلفه هنعملها. دلوقتي بقى نروح نغني ونقول لكم باي باي. حلوه قوي. ها قوي.